مدام مروان، سلام عليكم. الو، ايوه اتفضلي يا حاج مروان. ايوه فضيلة الشيخ، عندي سؤال لو سمحت. اتفضلي يا فندم. انا جوزي واخد كارد من البنك وفتحنا بيه محل ملابس، ساعة ما خدنا الكارد ده واحنا في مشاكل، كل يوم مشاكل من كل ناحية، الناس كلها بتقول عشان واخدين الكارد ده يعني حرام، بيقولوا عليه حرام، بس احنا خدناه بدل ما اكننا قبضنا جمعية الاول وبنسدها كل شهر. ان كده لان الدنيا واقفة واقفة، حضرتك عارف الدنيا سائل الايام دي، فعايز حرام فعلا، وهو فعلا اللي جلب لنا المشاكل دي ولا حاضر ماشي؟ حاضر، في أي متشكرة سؤال جدا تاني؟ ليك. نعم متشكرة اتفضل جدا. يا فندم. حاضر. مروان بتقول يا مولانا جابت قرض، عاوزين نفرق بين حاجتين اتنين، بين القرض وبين التمويل. انا بروح للبنك بقول له يا بنك انا عندي مشروع عاوزك تموله لي، التمويل مفيش في اي حاجه. وخلي بالك ده هذه الفتوى منصوص عليها في دار الافتاء المصري، احنا مش بنجيب يعني بدعا من الناس او بنقول حاجه مش مختلفه، لا، والساده العلماء تكلموا فيها كلام كبير جدا 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 وعظيم. قال لك التمويل جائز ليس فيه شيء. التمويل انا اروح البنك هات لي عربيه مول لي مشروع اعمل لي كذا، لا خلاف على ذلك، وبيحط هامش الربح بتاعه، وده من قبيل المرابحه، ليس حراما، من قبيل المرابحه، وان انا بوكل البنك ان هو يشتري وان هو يعمل عني وبدي له جزء لان ما ينفعش في الحاجه دي، او بحط الفلوس عنده وبيديني وديع عليه، بقول له اتفضل انت عندك معاملات بنكيه ديت والورق ده، وليس بقول له خد سيادتك عندك بدل ما اشيل 100,000 جنيه ولا 200,000 جنيه دول على سبيل المثال حطهم عندك وشغلهم لي واديني النسبه. لا خلاف في ذلك خالص. ده التمويل. القرض بقى فيه خلاف، فيه قولان. القول الاول قال لك حرام ولا يجوز، واستشهدوا بقول سيدنا رسول الله صلى الله على حضرته واله عليه الصلاه والسلام، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، اي قرض بيجيب نفع فهو ربا. والله سبحانه وتعالى قال وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. ماشي، ادي نقطه. وخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بقى في سوره البقره، قال لك الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الناس، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال لك في برضه في سوره البقره وقالوا انما البيع مثل الربا، خلي بالك انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، انما البيع مثل الربا. خلي بالك الايه هنا فيها ده اسلوب عظيم برضه اسمه اسلوب القلب في القران الكريم، تقديم وتاخير. ده قال لك انما البيع، اصل الايه ما ينفعش كده، انما الربا مثل البيع، انما هم جعلوا البيع منزله الربا عشان يحللوا، قال لك انما البيع مثل الربا، اسمه اسلوب القلب في القران الكريم. فاصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، وخد بالك ماشي، فاوجس في نفسه خيفه موسى. الله، ده اسمه اسلوب القلب في القران، احنا بنتكلم عنه ان شاء الله. فاستشهدوا بهذه الايات. القول الثاني قال لك لو انت محتاج لهذا القرض ومش لاقي حد يديه خالص والدنيا خلاص يعني دقت عليك مفيش الا قدامك القرض خلاص، خدوا بقول الله تبارك وتعالى الا ما اضطررتم اليه. ماشي، وده حكم الاضطرار. لكن هل يا مولانا بقى اللي بتسال في النقطه دي، هل هو فعلا بيخش بالخراب على البيت ومش عارف ايه وكلام من ده اللي احنا بنسمعه؟ والله اصل هذا ربا، هذا ربا، طيب لابد، لكن انا مضطر، او ممكن انا خدت القرض خلي بالك وما عرفتش اسوقه كويس. بمعنى ايه؟ انا رحت البنك خدت منه الفلوس وبشغلها في محل الملابس، جت بقى الاوبئه والامراض انتشرت وكلام من ده طبعا، والحاله الاقتصاديه كما نعلم مفيش بيع ولا شراء الا قليل. طيب ما هو انا جبت الفلوس اهو، لكن الوقت والزمان مش مصادف، والا تم الشركات الكبرى وغيره وغيره بيجيبوا قروض وبيبنوا وبيعملوا و غير ذلك من هذه الامور، انت معايا؟ لكن ده بيعرف يستثمر وانا ما بعرفش استثمر، ده بيعرف يستغل الوقت والحاجة وده معرفش يستغل الوقت والحاجة. أنا جي خدت الفلوس واستغل والوقت بتاعي اللي أنا جيت أجيب فيه الحاجة السوق انضرب خلاص شكرا. يبقى كله بيرجع إلى إيه؟ إلى قراءة المشهد أيها السادة، والله تعالى أعلى وأعلم.